بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي في الوحدة الأولى من المنهج الجديد 2021. طبعا مجرد ما بنعرف ان المدرسة قربت خلاص بنبدأ نحس ان بطننا بدأت توجعنا شوية، وخصوصا بقى لما نلاقي الكتب اتكومت علينا، وذاكر واعمل واجب وجهز الدرس واحفظ واعمل، بنلاقي الحاجات دي كلها فبنتعب قوي. تمام، لكن اول ما تلاقي الواجب سهل ولذيذ تبدأ تعمله، طبعا هيقولوا لك اعمل الواجب، هتلاقي طبعا مامتك يلا يا حبيبي اعمل الواجب عشان مش عارف ايه، وانت بقى تحس ان الواجب صعب. الواجب مش صعب خالص. احنا النهاردة ان شاء الله هنشتغل على يونت 1 الوحدة الاولى جريد 4 سنة رابعة، هنشتغل الوحدة الاولى سنة رابعة. تمام، طيب الصف الرابع بقى الابتدائي هنشتغل على ايه؟ شرح واجابة الوحدة الاولى من كتاب الاضواء اللي هو كتاب جيم. تمام، طيب تمام، افتح يلا كتابك معايا. عارف الكتاب ولا مش عارفه؟ اهو الكتاب ده. تمام، هنبدأ بقى ان شاء الله نقرأ الكلمات ونشرح الوحدة بالتفصيل ونحل كل الأسئلة اللي عليها. بس قبل ما نبدأ ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لو انت جديد معانا، ويلا نتوكل على الله. اول كلمة بت، يعني حيوان أليف. بت ثلاث حروف، حيوان أليف. ايه الحيوان الأليف؟ الحيوان اللي عندك في البيت، قطة، أرنب، اسمها بت. بت حيوان أليف. هناخد معها على طول كلمة شوب. شوب يعني محل. بت شوب على بعضيها محل الحيوانات الأليفة، يعني انت ممكن تروح تشتري قطة من مكان، كلب من مكان، أرنب من مكان، يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه بت شوب على بعضيه، وهو ده عنوان الوحدة at the pet shop، يعني في محل الحيوانات الأليفة. تمام، طيب الكلمة اللي بعد كده رونج. رونج ما بنطقش حرف الدبليو ده، ما بنطقوش، عشان كده بحط تقطي نقطة مثلا عشان انا ما بنطقوش، فبقوله رونج يعني خطأ. رونج يعني خطأ. مام اللي هي ماما بقى. تمام، سهلة طبعا. بعدين ثن يعني رفيع، تي اتش بنطقها ثا 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 ثا، ثن يعني رفيع. وريد يعني احمر، كلها كلمات سهله وقديمه. ثانكس يعني شكرا، حتى احنا بنقولها بالعربي. وات يعني ما او ماذا. تول يعني طويل. دريس يعني فستان. تمام، طيب تعالوا بقى على كلمات الى حد ما صعبه شويه، زي بوليس مان. بوليس مان، بوليس مان رجل الشرطه، رجل الشرطه. تشيز بيتزا، تشيز بيتزا يعني بيتزا بالجبنة، بيتزا بالجبنة. بلو يعني أزرق، بلو يعني أزرق. بليز من فضلك، لو سمحت لو سمحت، بليز. يور سيلف يعني نفسك. شيرت يعني قميص. ويتش يعني أي للاختيار، مهمة ويتش دي، أي للاختيار مهمة عايزينها. دادي يعني أب، وشورت يعني قصير. الأفعال بقى، كان يستطيع، كانت لا يستطيع، كان يستطيع وكانت لا يستطيع. وير يعني يلبس او يرتدي، يلبس او يرتدي. فايند يجد. باس يناول، عشان سكر وسكر عايز يناولها الملح. لوك لايك وده مهم جدا، يعني يشبه. لوك لايك مهم، مهم لوك لايك يعني يشبه. ده هيلب يساعد. تمام، دي بقى تعبيرات انت بتعرفها. واتس رونج يعني في ايه، انت عايز تقول لواحد ايه الحكايه، مالك، في ايه. تمام، واتس رونج ايه الموضوع. زيرس شي يعني ها هي، عشان الواد لامه في النهايه فقال ايه، زيرس شي نعم ها هي. وهيلب يور سيلف يعني ساعد نفسك. دي بقى المحادثه اللي دارت بين العيال وضابط الشرطة. ضابط الشرطة لقى الولد ده بيعيط. تمام، فبيقول له مالك، في ايه، واتس رونج، واتس رونج، ايه الحكاية، في ايه. فالولد قال له ايه، قال له I can't find my mom، مش لاقي ماما. I can't find my mom، مش لاقي ماما. فطبعا
الضابط قال له what does she look like، طب هي ماما شكلها ايه وانا الاقيها لك؟ قال له she is tall يعني طويل، thin وكمان رفيعة، she is wearing a red dress ولابسه فستان احمر. ماما طويلة اللي هي كلمة طول، وثن اللي هي رفيعة، ووييرنج اريد دريس لابسه فستان ايه احمر. فهو شافها جاية من بعيد الضابط اهو، فقال له ايه is this your mom، هي دي مامتك؟ قال له yes there she is، there she is thanks، نعم هي كذلك شكرا، ونادى عليها مام الحقيني يا مام، وجرى على مام عشان ايه عشان يسلم عليها. دي بقى التعبيرات المهمة اللي عاوزني اعرفها في الدرس، زي what's wrong، ما الامر، تبدأ تعرض بقى مشكلتك وتقول انا مثلا مشكلتي كذا، what is wrong، تقول بقى مثلا I can't find my pen، مش لاقي القلم، I can't find my book، مش لاقي الكتاب، وهكذا. تمام. بعدين كلمة can و can't تعبر عن القدرة، I can أنا أقدر، I can't أنا ما أقدرش كده يعني. تمام. السؤال بتاع look like يشبه بيقول له what does she look like، شكلها إيه ماما؟ بدأ يوصفها له بقى tall طويل thin رفيع، تمام، ولابسة red dress يعني فستان أحمر. هنا بقى سكر وسكرة بتقول له pass the pizza please، ناولني البيتزا، اديني البيتزا لو سمحت. فطبعا هو عنده 2 بيتزا، فقال لها which one، عايزة انهي واحدة، البيتزا بالجبنة ولا البيتزا بحاجة تاني؟ فطبعا which دي تستخدم للتخيير للاختيار. هنا بقى لما نيجي نحل، تمام، ده نص استماع المفروض الأستاذ هيمليني كلمات وأنا هكتبها. مثلا ممكن هنا يقول لي إيه help yourself اللي احنا قريناها في الكلمات، زي إيه، زي ساعد نفسك مثلا. تمام، help تبقى small yourself يعني ساعد إيه، ساعد نفسك. هنا البيتزا لو سمحت، أكيد هتقول له ناولني اللي لسه قاريينها، باذا بيتزا. I can't not my mom، يبقى I can't find مش لاقي ماما. She is wearing a not dress، طبعا red dress اللي هي فستان ايه، فستان احمر. هنا بقى هنعمل علامة صح مثلا عند الحاجة اللي هي تبع الصورة، they are eating، eat يعني ايه، eat تفتكروا كده eat يعني حد يقول يعني يأكل. تمام. طيب يأكل بقى، في حد بياكل في الصورة؟ في حد بياكل في الصورة، يبقى فعلا يبقى الأولى هتبقى ايه، هتبقى صح، يبقى الأولى هتبقى صح. نعمل مثلا صح كده، سكرة is playing، سكرة بلاينج بتلعب، بتلعب دي؟ لا، يبقى ممكن نعمل له غلط في الناحية التانية هنا كده، ماشي، أو علامة برضو يعني. طيب سكر is sleeping، sleeping sleep 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 يعني ايه، ها بلي كانت سهلة يعني يلعب. طب وسليب، sleep يعني ينام، نايم هو دلوقتي؟ طبعا لا، يبقى اذا برضو ايه، غلط. They are at home يعني ايه بقى، home، home يعني المنزل، هم في المنزل، طبعا عشان بياكلوا يبقى بياكلوا في المنزل، يبقى صح. وغالبا بيبقى 2 صح واتنين ايه، غلط. هنا بقى هنعمل دايرة على الكلمة المختلفة، فبيقول لي find bath yourself help، طبعا كلهم افعال ما عدا كلمة yourself دي، علشان دي يجد، يناول، يساعد نفسك، يبقى هي دي المختلفة. داد، مام، سيستر، بيت، كلهم من الأسرة لكن ده حيوان أليف. أحمر، أبيض، أزرق، جبنة، تشيز، يبقى تشيز هي اللي إيه، غلط. ويتش، وات، وير، وير، طبعا وير الأخيرة يعني أين، لكن وير دي يعني يلبس، يبقى المشكلة في يلبس.
هنا اختيارات بقى. What does she look نقط طبعا look like عايز يقول شكلها ايه اللي احنا قلنا عليها مهمة. نقط 1 قال لها عايز البيتزا ام جبنة يبقى هيستخدم للاختيار هنا which one انهي واحدة تمام. Here is نقط a blue shirt طبعا he is wearing طالما جت is يبقى بياخد بعدها ing هو يرتدي كذا. طيب he isn't fat مش تخين طالما مش تخين يبقى ايه يبقى thin يعني رفيع سن يعني رفيع. هنا بقى المفروض اكتب 3 جمل من بتوع الدرس زي مثلا what's wrong يعني عادي ممكن اكتب بتوع الجمل لو انا حافظهم what's wrong اللي هو ايه الموضوع. يرد بقى الولد ويقول له ايه مثلا I can't find mom انا مش لاقي ماما. هو يقول له مثلا ايه يقول له مثلا what does she look like او ممكن يقول له ايه مثلا why are you crying ليه انت بتبكي او ممكن يقول له مثلا wearing a red dress وهكذا. طيب ده الموضوع اللي هو صعب شوية. السهل انك ممكن تقول ايه مثلا تقول he is a boy احنا شايفين ولد صغير صح. ممكن تقول كمان ايه I can see policeman انا شايف ايه policeman. بعدين ممكن تقول ايه the boy can't find his mom الولد مش لاقي ايه مش لاقي مامته. علامات التركيب بقى معلش مش باينة هنسيبها. هنخش بعد كده على كلمات جديدة زي كيتن كيتن يعني قطة صغيرة بابي بابي اللي هو كلب صغير رابت رابت اللي هو الأرنب كانري كانري عصفور الكناريا فيش بقى سمكة تيرتل تيرتل سلحفاة ليزرد ليزرد سحلية باروت باروت ببغاء أو بغبغان تمام. طبعا سيستر يعني أخت قديمة عارفينها وبيرد يعني طائر. أول حاجة على طول طلع الكلمة المختلفة جايب تيرتل سلحفة ويلبس وينظر ويجد يبقى طبيعي الحيوان هو اللي مختلف السلحفة. أرنب وفستان وسلحفة وسحلية طبعا يبقى الفستان مش حيوان زيهم يبقى هو اللي مختلف. الكنري والبرد والووش والبرد كلهم طيور ما عدا ووش اللي هي يغسل. أرنب وقطة وسمكة وكلب طبعا السمكة عشان هي بتعيش في مكان غير اللي هم عايشين فيه. طبعا هنا بيفكرني بقى الواد ده بيعيط ويقول I can't find my sister مش لاقي أختي. فقال له شكلها ايه قال له reading blue dress لابسة فستان أحمر المرة دي وهي طويلة. قال له يعني ايه هيدور له عليها. هنا بقى لقينا عصفور فوق دماغ الراجل ده فبنقول له ايه is that your bird هو ده الطائر بتاعك. قال له no it isn't لا مش هو. عاوز يعرفني لما اسأل بإز في أول الكلام يبقى معناها هل وتكون الإجابة yes أو no. طيب هنا بقى do you like puppies طبعا do في أول الكلام برضو معناها هل وكذلك تكون الإجابة yes أو إيه أو no تمام. في الصفحة دي بينوه على استخدام هل اللي هي إذا هي تمام والإجابة yes أو no واستخدام هل مرة كمان والإجابة yes أو no زي ما احنا إيه شرحناها. جمع بقى كلمة puppy اللي هي كلب صغير لما يجي يجمعها يقلب الواي لآي ويضيف الإي إس يقلب الواي لآي ويضيف إيه الإي إس. what is this أو what is that طبعا what is this لما تكون حاجة قريبة مني what is that لما تكون حاجة بعيدة.
What is this? It's كذا. تمام؟ طيب what is that؟ نفس الايه؟ نفس الإجابة عشان أعمل سؤال الصورة عشان أعرف أجاوب عليها، يعني جاب لي صورة بغبغان أروح وقال لي what is this؟ أقول له it's a parrot، ده ببغاء. طيب هنا قال لي what is that؟ أقول له it's a turtle، إنه إيه؟ سلحفاة. هنا بقى هنعمل صح وغلط. فبيقول لي الولد بيستمع إلى الموسيقى، أيوة أنا شايف علامات موسيقى أهي، يبقى الكلام ده صح. تمام، he wants a parrot، عايز الباروت، طبعا في بغبغان قدامه يبقى الكلام ده صح برضو. تمام، the parrot is a bird، البغبغان عبارة عن bird اللي هو طائر، يبقى برضو الكلام ده صح. بعدين the parrot is red، أحمر. تمام، فهنعتبر ان اللون الاورنج ده هو على حسب الكتب بقى، هو ظهر عندنا اورنج هنا، فمثلا هقول له لا مش ايه، مش احمر. اما لو عندك انت في كتابك احمر يبقى هتعمل برضو ايه صح، ويبقوا الاربعة ايه صح. هنعمل دايرة على الكلمة المختلفة، كيتن قطة، ليزرد سحلية، سيستر اخت، رابت ارنب، طبعا كلهم حيوانات ما عدا سيستر يبقى هي المختلفة. فايند يجد، وير يلبس، لوك ينظر، طول طويل، كلهم افعال لكن طول هي اللي صفة معناها طويل، يبقى لازم اللي يفرق هنا حفظ الكلمات لازم يكون الطالب حافظ كلمات كويس. ارنب وكلب وبغبغان وقطة، طبعا هنا بقى التركيز فين، ان البغبغان ده طائر لكن كلهم ايه حيوانات. السلحفة والطائر وعصفور الكناريا والبغبغان، يبقى السلحفة هي اللي بتمشي على الارض لكن كلهم ايه بيطيروا. هنا بقى اختر الإجابة الصحيحة، بيقول لي نقط is a bird، لازم أكون عارف إن كلمة bird دي يعني طائر، فطالما أنت بتتكلم على طائر يبقى السمكة طائر، السلحفة طائر، السحلية طائر، يبقى أنت كده قصدك على مين؟ على الكناري، عصفور الكناريا. You can see نقط at the pet shop، pet shop اللي هو محل الحيوانات الأليفة، هنشوف في قصد أسد، شوف في زرافة، شوف في فيل، نشوف في قطة، أيوة نشوف في قطط صغيرة. طيب I can't not my sister، I can't find this ولا to find ولا finding ولا find بس، find بس عشان المصدر، عشان كان بتاخد بعدها الفعل من غير حاجة. Is not your bird، is this ولا that ولا زوس ولا ذا، طبعا ذات علشان هي بتاعت المفرد، هل هذا هو عصفورك؟ هنا بقى السؤال اللي انا بقول لكم عليه، سؤال الصورة، بيقول لي ايه does، does في اول الكلام معناها هل، هل الواد ده بيحب البيتس؟ طبعا هنقول له yes he does، ليه بقى؟ عشان هو بيحبها فعلا. تمام، طيب what does she look like، البنت دي شكلها ايه؟ طبعا هنقول له she is tall and thin، هي طويلة وإيه؟ ورفيعة، طويلة ورفيعة. تمام؟ طيب بعدين جايب لي صورة بغبغان وبيقول لي إز ذا كيتن، هو ده كيتن؟ هقول له نو إت إزنت، هو ليس كذلك، نو إت إزنت. تمام؟ طيب وات إز ذات، إيه ده؟ طبعا أقول له إت إز، واقول اسم الحاجة ليزارد، هو ايه؟ سحلية. طريقة اجابتهم سهلة قوي، بس الطفل يعرف هل عشان يكتب يس او نو حسب الصورة، ويكتب اسم الصورة لو ايه، لو في حاجة تاني. هنا هنكتب ثلاث جمل بقى، خلاص فهمنا السؤال ده، انك تقول مثلا I can see وتقول حاجة من الصورة، ممكن كمان تقول ايه بقى، there is يعني يوجد وتقول حاجة من الصورة، وممكن كمان تقول ايه مثلا I like كذا، انا بحب كذا، وتقول حاجة من الصورة. تمام، دي بقى ايه، يبقى طريقة سهلة انك انت تعمل بيها الثلاث جمل، اعلمها للاولاد مؤقتا وبعدين اطور مستوى. هنا بقى بيشرح لي قاعدة حلوة قوي، هنقسم فيها الضمائر لفريقين، I أنا تبع ضمائر الجمع، وطبعا
هي هو تبع ضمائر المفرد، فبيقول لي بقى أنا تمام لازم ياخد الفعل من غير إضافات، أما هو يزود للفعل إس. فطبعا أنا لما أكتب مثلا I أو you أو we أو they، الأربعة دول ياخدوا بعديهم المصدر. يعني ايه المصدر بقى اللي ياخدوه بعديهم؟ يعني الفعل من غير اضافات. المصدر يعني الفعل من غير ايه؟ من غير اي اضافات. ازاي يعني من غير اي اضافات؟ يعني مثلا مش هيضيفوا له اس، ولا هيضيفوا له اي دي، ولا هيضيفوا له اي ان جي، هيسيبوه زي ما هو، مش هيعملوا له اي حاجه، تمام؟ هيسيبوه زي ما هو، مش هيعملوا له ايه؟ اي حاجة، هيسيبوه زي ما هو، تمام؟ اما الفريق التاني بقى اللي هو هي وشي وات، دول بقى لازم ياخدوا الفعل ونجيب بعد الفعل حرف اس. لازم نجيب بعد الفعل حرف ايه؟ اس. احفظ القاعدة دي زي ما هي، تمام؟ ضمائر الجمع اي ويو ووي وزي ياخدوا الفعل في المصدر بدون اضافات. ضمائر المفرد لازم يزودوا للفعل ايه؟ اس. عشان كده لما كانت اي قلت اي وونت، انا اريد، لكن لما كانت هي قلت هي وونتس، وادي حرف الاس موجود اهو. النفي بتاعه بقى يعني دي معناها انا اريد، انت عايز تقول انا اريد، يبقى هتقول I want، انا عايز مثلا كذا، تمام؟ طيب لو هنقول يبقى دي انا يريد، تمام؟ لو هقول هو يريد عادي مفيش مشكلة، هو يريد بس بتزود اس في كلمة يريد اللي هي wants علشان المفرد اما يزود اس، تمام؟ I don't دي بقى هيبقى معناها انا لا اريد، انا مش عايز بقى، انا مش عايز، تمام؟ طب هو مش عايز، هو لا يريد، هتبقى doesn't want. الاولى don't want، don't want، والتانية doesn't want، يبقى الاولى ايه؟ don't want، والتانية doesn't want. كلمة want ما فيهاش اس سواء كان مع المفرد ولا الجمع، لان جه قبلها don't و doesn't. فانت احفظ بقى انا اريد هو يريد، انا لا اريد هو لا يريد، ونبدأ نطبق باقي الضمائر عليهم، تمام؟ طيب هنا بيقول اداني امثلة اهو، I brush my teeth، بيقول انا بنظف اسناني. هنا بقى لما قال هي قال هي drinks، زود اس اهو، تمام؟ وطبعا جاب لي كل حاجه هنا بقى اهو، قال لي ضمائر الجمع اللي احنا قلناهم اي ووي ويو وزي ومعاهم اي اسم جمع بياخدوا المصدر. يعني ايه المصدر؟ يعني الفعل من غير اضافه. اي يبقى وونت، اي وونت. طيب منى وكريم عشان هما جمع طبعا، يبقى وونت بس من غير اضافه، تمام؟ هي بقى وشي وات بيزودوا للفعل اس زي ما اتفقنا، فعشان كده هيبقى لازم يكون موجودة اس او اي اس اهو، بس ركزوا انتوا على الاس بس الاول، تمام؟ شي وونتس، تمام؟ بعدين علي وونتس، لان علي ايه؟ مفرد. تعالوا للنفي بقى، ضمائر الجمع اللي خدوا وونت بس، اللي كانوا بياخدوا وونت اهو، انا هفكركم، اللي كانوا بياخدوا وونت، تمام؟ مالهم بقى ضمائر الجمع اللي كانوا بياخدوا وونت؟ هياخدوا في النفي دونت وونت، هياخدوا في النفي ايه؟ دونت وونت، يعني لا يريد، يبقى ياخدوا وونت وياخدوا دونت وونت. اما ضمائر المفرد اللي كانوا بياخدوا ايه؟ كانوا بياخدوا وونتس، صح؟ كانوا بياخدوا وونتس ام اس دي، تمام؟
مالهم بقى؟ ياخدوا doesn't want، دي تدي معنى يريد، ودي تدي معنى لا يريد. تمام؟ أبدأ بقى أخلي ابني يكرر ويقول بقى عايز رابت، مش عايز قطة، عايز أرنب، مش عايز كلب، وهكذا وهكذا. تمام؟ لما أجي أطبق بقى، آي تبع الجمع ولا المفرد؟ طبعا تبع الجمع، هو الواحد يحس إن هو تبع المفرد، بس هي في اللغة عندهم تبع الجمع، يبقى ياخد وونت بس، أنا أريد. تمام؟ طيب هنا بقى شي تبع المفرد، يبقى عايزه اس، مفيش اس، ده جايب doesn't هنا، doesn't want لا تريد. تمام؟ طيب علي وملك، علي وملك شخصين، يبقى جمع، يبقى ياخدوا don't want لا يريدوا، لان مفيش want بقى اللي انا عارفها. تمام؟ نقط وونتس، خد بالك ان في اس هنا، طالما في اس يبقى عايزه حد مفرد، زي ده تبع الجمع، يبقى هنا هي بقى. تمام؟ لان وي جمع واي برضو ايه؟ جمع. هنا بقى بيقول لي طبق زي كده، اي وونت، اي دونت وونت، هي وونتس، هي دازنت وونت. هنا بقى وي نقط اكيتن، طيب وي ايه بقى؟ طبعا وي دي تبع الجمع، يبقى هنقول وونت، اللي هي يريد، we want، احنا عايزين كتن، لانها تبع ايه؟ تبع الجمع. تمام؟ طيب هنا بقى هنقول ايه بقى؟ مش عايزين بوبي اللي هو الكلب، يبقى هنقول don't want، مش عايزين الكلب. تمام؟ طيب زي don't want a kitten، فهنا هقول ايه بقى؟ هقول they want a rabbit، هقول الجملة كاملة، they want a rabbit. تمام؟ هم يريدون الأرنب. نفس الكلام هنا، he doesn't want a turtle، هقول he بقى wants a lizard. تمام؟ دربوا العيال عليهم علشان احنا ما نحلش ايه؟ كل حاجة. ده سؤال الاستماع بقى. تمام؟ هيمل ليك كلمات وتكتبها زي ما احنا قلنا، ممكن انت تملي ابنك اي كلمة بعد يعني زي املاء كلمات يعني. هنا صح وغلط حسب الصورة بقى، بيقول لي البنت بتشاور على الفيش، بتشاور اهي، صح. هنا بقى بيقول لي الولد بيحب الرابت، فعلا في ليزارد، ليزارد سحلية، شايفين سحلية في الصورة، يبقى الكلام ده غلط. زي دونت لايك بيتس، ما بيحبوش، لا غلط برضو، لانهم هم بيحبوهم وهم وبيلعبوا معاهم، اللي هي الحيوانات الأليفة. عمر ده مفرد، عمر يبقى عايز يا فعل في اس يا كلمة doesn't، مفيش فعل في اس، خلاص يبقى كلمة ايه؟ doesn't. نقط دونت، دونت دي بتاعت الجمع، يبقى ما تنفعش مع حد من المفرد، ات ده مفرد، هي ده مفرد، شي ده مفرد، يبقى وي بقى بتاعت الجمع هي الإجابة. اي نقط وونت ارابت، طبعا اي جمع، يبقى تاخد دونت لا أحب أو لا أريد. منى مفرد، يبقى تاخد الإس بقى عشان منى زيها زي شي اللي هي المفرد. هنا هنكتب اسم الحاجة، وات از ذس، طبعا هنقول ات از ا، ونكتب اسم الصورة الموجودة اللي هي رابت، لا سوري ده باروت اللي هو ببغاء. تمام؟ طيب what do they want، هم عايزين ايه؟ في طريقتين، انا شايف مثلا قطط، فممكن اقول ايه؟ او كلاب يعني اللي في الصورة، ممكن اقول مثلا cats، او ممكن اقول جملة كاملة اللي هم they وانت، هم عايزين، واكتب الاسم الحاجة اللي موجودة في الصورة. What does he want، الواد ده عايز ايه؟ عايز سمكة، يبقى هي وانت، وبما انه مفرد اروح مزود الايه؟ الاس، واقول بقى ايه؟ فيش، هو عايز فيش مثلا. Do you want a rabbit، انت عايز رابت؟ ها هنا دو هل، يبقى لازم الاجابة تكون بيس او نو. طيب هي اللي في الصورة دي رابت؟ لا، يبقى هنقول له نو
I don't مثلا، لا انا مش ايه، مش محتاج الرابت، انا عايز البابي اللي فوق. علامات التركيم بتخلي الحرف الاول كابيتال من علي، وبعدين منى برضو حرف الاول منها، بعدين اجي عند ونط هنا واروح حاطط ابوستروفي، احطها لكم فيها فوقيها هنا عشان تبان بالشكل ده، تمام. وبعدين احط في الاخر نقطة علشان دي ايه، علشان دي جملة، تمام، مش سؤال. الدرس التالت بقى عبارة، الرابع سوري، عبارة عن صوتيات كلمات انت بتعرف الشورت يو واللونج يو. ايه بقى يعني اليو القصيرة واليو الطويلة؟ فاليو القصيرة انا بنطقها اه اه، واليو الطويلة بنطقها اوه بالشكل ده. فمثلا حشرة هقول به به، بج، ران، بفتح بقي في كل واحدة، اب، دك، بس، جم البان، لك حظ، رج سجادة، صن الشمس، كب الفنجان، تمام. لكن اللونج بقى اللي هي طويلة شوية مش هقول بله بقى، لا، بلو، جلو، سو اسم البت، تون نغمة، لوت عود، جون شهر يونيو، فلوت آلة موسيقية، توب أنبوبة، تمام. طبعا ابقى عارف، عشان هو هيقول لي اعمل دايرة على الشورت، ابقى عارف الشورت لوحده واللونج لوحده، واحاول احفظ الاتنين. تمارين بتبقى زي كده، بيقول لي اعمل دايرة حول الكلمة التي بها حرف متحرك قصير. ها، بص ولا بلور قصير؟ طبعا بص. طيب تيرن ولا اب؟ طبعا اب. رج ولا سو؟ طبعا رج. دك ولا فلوت؟ واضحة قوي من خلال القراية اقدر احل السؤال ده، وبرضو من خلال الحفظ. هنا بقى I can see a duck، شايف duck؟ ايوه شايف duck، يبقى الكلام ده صح. طيب الدك معاها كب؟ ايوه معاها كب، يبقى الكلام ده صح. الدك ان ليك في البحيرة؟ لا احنا مش شايفين بحيرة في الصورة، يبقى نقول لا. بعدين الكب ازرق؟ الكب از بلو، لا احمر، يبقى برضو ايه، غلط. هنا هنعمل دايرة على الكلمة المختلفة، أزرق وأحمر وأبيض ويجري، يبقى يجري هي المختلفة. الشمس ومنى ورنا وسو، يبقى الشمس هي المختلفة. أتوبيس وعربية وفنجان وعجلة، طبعا اللي جاب الفنجان وسط وسائل المواصلات. هنا بج ورج ورابت وفيش، طبعا بج حشرة ورج ايه بقى، سجادة، يبقى كلهم حاجات بتتحرك ما عدا السجادة هي اللي هتبقى ايه، مختلفة، تمام. والجملة دي صعبة إلى حد ما. هنا بقى what is this، ما هذا، هكتب بقى، هكتب ايه بقى؟ طبعا هو بيتكلم على اللون، يبقى أنا هقول له it is، ممكن أقول اسمه بقى اللي هو ايه، blue، أزرق يعني، تمام. طيب it's blue. طيب can he run، الواد ده يقدر يجري؟ طبعا yes he can، ايوه يقدر يجري، تمام. فهنقول yes he can، تمام. طيب جايب صورة هن بقى ويقول لي ايه، is it a duck، هي دي duck؟ هقول له no it isn't، لا مش duck. طيب where are the bugs، فين البجز دلوقتي، هم فين؟ فممكن اقول له مثلا on the rug، يعني على السجادة، تمام، on the rug، البجز موجودين على السجادة. وبكده يبقى خلصنا الوحدة كاملة حل. هنسيب لكم التيست واجب علشان الأولاد برضو يحاولوا يعتمدوا على نفسهم، مش نحللهم كل حاجة. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.